في غضون ذلك قالت اللجنه القانونيه النيابيه انه هناك تهويل من بعض النواب المستقلين حول حراك نزع العضويه عنهم اعضاء في اللجنه ذكروا ان ما فعله بعض النواب المستقلين بجلسه التصويت محاوله للظهور امام الجمهور بمظهر المدافع وان اقرار القانون جاء بتوافق اغلب القوى واشاروا الى ان نظام الدوائر المتعدده برزت فيه سلبيات كثيره منها بعثره الاصوات والتاخير في تشكيل الحكومه مشددين على انه بات من الضروري اعتماد قانون سانت ليغو رغم وجود سلبيات واضافوا انه من حق النائب الاعتراض والمقاطعه لاي جلسه ولكن ليس التعطيل كما حدث في جلسه التصويت على قانون الانتخابات